كابتن اشرف، يمكن يعني برضو فريق الرجال معاك كوكبه من اللعيبه، ويمكن دعم بعمر عصر بعد الانجاز اللي عمله ده، كنت بتمرنهم ازاي يا كابتن؟ او كنت بتفكر ازاي تحافظ عليهم وتروح بيهم البطوله بالمستوى ده؟ والله انت حضرتك جبت سؤال مهم جدا وانا كان نفسي اتكلم فيه، بس قبل ما اتكلم في السؤال ده بحب اشكر الكابتن اشرف، لان دي الحمد لله فينا كلنا. لما قال انا بحب اشكر الكباتن اللي معانا، الحمد لله ما حدش فينا بينسب الفضل لنفسه، ودي احسن حاجه في النادي الاهلي، بتخلي فيه روح اسريه جميله وكله بيحب بعض. يعني لما يعني انسب الفضل لنفسي انا، يبقى الباقي ما عملش حاجه مجهود جامد، فدي دي بتخلي الروح عندنا احسن حاجه. دي اجمل حاجه فيك يا كابتن ربنا. انا ومع اللاعبين قبل الفقره اللي قبل دي على طول مع الرجال والسيدات برضو، مفيش حد بيتكلم عن نفسه، الله ينور على الفرقه دي. انا عرفت الروح جاي من الحمد لله. النقطه الثانيه ديت كان فيها عقبه كبيره قوي بالنسبه لنا لما حضرتك قلت الكلام دوت، كان عندي كذا مشكله. المشكله الاولى ان نص الفرقه بتاعتي مسافر الاولمبياد ومعسكر في المانيا، وفي جزء منهم عارف ان هو مش هيلعب. يعني في ناس عمر هيلعب والجزء الثاني مش عارف، يعني محمد البيلي ما لعبش ولا ماتش، فقعد شهر كامل بيلعب بيتمرن بس ما لعبش ولا ماتش. والعكس بقى، العكس عمر عصر لعب ماتشات كتير وجاي لي مجهد، ففي تباين في السرعات. والثقه. وعندي هنا الجزء اللي هنا كان محمد شومان وسيد لاشين وشادي وعمر بدير، وفي ناس ما سافرتش معانا، كنت لازم اجهزهم، العدد برده مش كبير. فهنا بقى اول ما جم التانيين من الاولمبياد، كانت هنا بقى في اللي حضرتك بتقول عليه، ازاي انا اجهزه. فعمر كان عنده اجهاد، انت عارف وصل لدور كويس فلازم تريحه. والبيلي ما لعبش ماتشات، تمرين بس، فكل واحد محتاج حاجه. فدي كانت مشكله. حتى قابلتنا مشكله هناك برده كبيره جدا، وانا ما كنتش متوقع ان الترابيزات يعني كانت شويه مش من اللي بنلعب عليها. ايه بقى المسافات ولا لا؟ مش المسافات، نوع الخشب. نوع الخشب الترابيزه ملمسها ناعم شويه، فكل ما بتنط عليها. الله ينور عليك، الله ينور عليك، حلوه. انا كنت بلعب خبير. انا كنت بلعب تنس طاوله دي يعني بالايام والليالي. فلما السيرف بنلعب طاولات هندي، فصناعه مختلفه. يعني غير الالماني والياباني فدي صعبه على اللعيب طبعا. كوره بتجري، السيرف بقى يطلع بره الترابيزه، فاللعيب الخصم بيهاجم من اول البونت، فدي كانت مشكله. وطبعا اللعيبه اللي محمد البيلي بقى له كتير ما لعبش ماتشات، فنزل الماتشات الاولانيه. صراحه الماتشات الاولانيه خوفتنا من البطوله، اللعيبه مش عارفه تاخد على الترابيزه. يعني هو الوحيد اللي كان واخد على الترابيزات محمد شومان، عشان كان قابلينا بيلعب بطوله عربيه. لحق بقى هو الوحيد اللي كان بياخد على الترابيزه. صعب قوي ده، انت عندك تباين رهيب في السرعات. لعيبه كويسه بس كل واحد ناقصه حاجه. ما هي دي المشكله. شومان خلاص جاهز تمام، البيلي محتاج ماتشات اكتر ولسه ما خدش على الترابيزه. عمر عصر برضو اكيد 100% الترابيزه تعبته، لانه في الاولمبياد حاجه. وبعدين ايه؟ وبعدين جه خد راحه بعد الاولمبياد، خد راحه وعايز يستعد تاني من اول وجديد، فكل واحد كان عندي مشكله معاه. فكابتن اشرف بقى كنا بنقعد مع بعض وبنبدا نتكلم ونشوف المشاكل ديت. يعني ابتدى يمكن دور ثمانيه لعبنا، يعني سيد لاشين ابتدى يرتاح شويه مع اول واحد. اول واحد لعب كويس شويه محمد البيلي في الدور الثمانية، بس برضه اللعيبه مش جايبه فورمتها. فكان في يوم فاصل راحه النصف ما بين الدور الاربعه والفاينل ما بينهما. فالحمد لله يعني اتكلمنا مع الكابتن اشرف قلنا لا لازم ناخدهم نعمل تمرينه كويسه، لان المسافه كانت بعيده قد ايه الملعب؟ يعني اقل حاجه ساعه الا ربع. فيعني ساعه الا ربع صبرته اليوم ده ما تاخدوش راحه، يتمرن. ما عندناش وقت. واللعيبه برضه كان عندها تصميم انها تتمرن. تمرين قد ايه يا كابتن يوميها؟ اول مره تمرين يبقى كبير طويل في قلب البطوله. يعني خدناها من حوالي 3 ساعات. برافو. كنا نتمنى يعني ناخد ساعة ونص. بالظبط. تمشي اللعيبه هي صراحه سخنة. عشان سخنوا ونرجع برضه. المره دي كانت تمرين كان مطلوب ان احنا ناخد 3 ساعات. لان ده هيوفر علينا اخطاء تاني يوم. الله ينور. لا وفي كمان مشاكل بتقابلنا انا وكابتن اشرف في قلب البطوله ما حدش بياخد باله منها. لا قول يعني كبير. احنا بنسخن قبل الماتشات فالترابيزات قليله، فبنسخن عدد كبير على الطاوله الواحده، بيبقى 4 هنا و4 هنا في قلب الطاوله، 4 كروس و4 باك هاند و4 فور هاند، يعني 8 بيتمرنوا من خط كده و4 كده، 8 بيتمرنوا 4 من عندنا ممكن 6 وفريق الثاني، فبناخدش راحتنا في التمرين وبننزل الماتش. فاصبح ان اليوم ما المجهود اللي احنا باليوم الاوف الفرقه الثانيه ريحت ولا اتمرنوا زينا؟ بعض الفرق جم اهتموا زي فرقه قطر عشان كده وصلوا معانا. احنا يا دوبك قعدنا ساعه وهم جم ورانا. فالحمد لله صممنا ان احنا حتى اللعيبه زعلت مني، صممت ان انا اجريهم يعني كتير شويه عشان نفك رجليهم، لان هم يعني صراحه يعني نعمل لهم لياقه ونسخنهم جامد
عشان كان بياكلوا كتير وما بيبذلوش مجهود كبير. هيستحرق كلام. احنا عايزين بالظبط في الملعب. في قلنا طبعا مش هقدر يعني اجبر اللعيبه ان هي تاكل عدد معين. بس انت كابتن ما خليتش كابتن سيد لاشين ياكل كنافه يا كابتن. ما خليتش ياكل كنافه. لا كل السفريات كده. كابتن والنابلسيه هناك يا كابتن دي ما تتسابش يا كابتن لو سمحت هتديك 2000 كالوري دي ما تتسابش النابلسيه ابو عمال يا جماعه. يعمل طبق حلويات قد كده يا لو بسم الله ما شاء الله الحلويات هناك حاجه.